السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمة مادة العلوم للصف السابع مس دعاء أبو عمير. اليوم درسنا عنوانه العمر النسبي للصخور الرسوبية. خلال شرحنا لدرس اليوم إن شاء الله راح إنه نتعرف على مبدأ التعاقب الطبقي ومبدأ تعاقب الحياة، وأيضا نطبق مبادئ التأريخ النسبي في تحديد عمر الصخور. أوكي تمام. بداية نستذكر شو حكينا بالحصة الماضية. الحصة الماضية حكينا عن سلم الزمن الجيولوجي، اتعرفنا على حقبة الحياة القديمة، حقبة الحياة المتوسطة، وحقبة الحياة الحديثة، وكل حقبة ايش تميزت بنوع معين من الكائنات الحية سواء نباتات او حيوانات تميزت انها ظهرت فيها. طبعا تبعا لمعلوماتنا عن حقب الحياة القديمة والمتوسطة والحديثة رح نستفيد منهم بدرسنا اليوم. فنبدأ شرح درس العمر النسبي للصخور الرسوبية. سطح الأرض بتكون من عدد من الطبقات، مثل ما موضحة الصورة عنا، إنه في عنا طبعا الأحرف هي كبس كترميز. عنا طبقة A B C D E F. كل طبقة من هذلون الطبقات تكونت في فترة زمنية خاصة فيها، ولكل طبقة عمر يقارن مع الطبقات الأخرى. إذا سطح الأرض أو الأرض بتتكون من عدد من الطبقات، كل طبقة من هذلون الطبقات تكونت في فترة زمنية خاصة فيها. إذا تتكون الأرض من طبقات من الصخور، عدد من الطبقات. تكونت كل طبقة في فترة زمنية محددة، يعني A تكونت في فترة زمنية بتختلف عن B، بتختلف عن C. كل طبقة فترتها الزمنية تختلف عن الأخرى، ولكل طبقة عمر يقارن بالنسبة للطبقات الأخرى. كل طبقة لها عمر يقارن بالنسبة للطبقات الأخرى. هل لما نحكي عمر في طريقتين لتحديد العمر؟ لما أحكي عمر في طريقتين، إما أحكي إنه أحدث، إما إني أحكي إنه العمر أحدث وأقدم، إما أني أحكي العمر أحدث وأقدم، أو أحكي أنه هذا عمره 200 سنة. إذن عندنا طريقتين لتحديد عمر الصخور. حكينا كل طبقة إلها عمر يقارن بالنسبة للطبقات الأخرى، يعني A إلها عمر بنقارنها بالنسبة لـ B بالنسبة لـ C وهكذا. طريقة تحديد العمر، إما أحكي أحدث وأقدم أو أحكي بالسنوات. لما أحكي أحدث وأقدم بحكي عن هاي الطريقة العمر النسبي. إذن عندنا أول طريقة لتحديد الأعمار، العمر النسبي للصخور. العمر النسبي للصخور هو عمر الطبقات الصخرية بالنسبة لبعضها البعض، أحكي إنها أحدث منها أو أقدم منها. الطريقة الثانية العمر المطلق، لما أحكي 200 سنة أو مليون سنة أو هكذا، هاي بنحكي عنها العمر المطلق. العمر المطلق هو تحديد عمر الصخور في السنوات. إذا لتحديد أعمار الصخور في طريقتين، إما العمر النسبي هو عمر الطبقات الصخرية بالنسبة لبعضها البعض اللي أحكي أحدث منها أو أقدم منها، أو العمر المطلق هو عمر الصخور بالسنوات. العمر المطلق إن شاء الله بتاخدوه في صفوف لاحقة. إحنا درسنا اليوم فقط عن العمر النسبي. هلأ حتى نحدد هذا العمر أو الفترة الزمنية اللي ترسبت فيها، وضعنا مبادئ سميناها مبادئ التأريخ النسبي. إذا تم وضع مبادئ التأريخ النسبي لتحديد الأعمار النسبية للصخور. إذا لتحديد العمر النسبي تم وضع مبادئ التأريخ النسبي. من التأريخ أي تحديد الزمن، تأريخ النسبي أي من التأريخ أي تحديد الزمن. هدلون أربع مبادئ. أول مبدأ رح نحكي عنه إن شاء الله اليوم مبدأ التعاقب الطبقي. المبدأ الثاني مبدأ تعاقب الحياة. هذان المبدأين رح نحكي عنهم اليوم. ثالث مبدأ القاطع والمقطوع. والمبدأ الأخير مبدأ المضاهر. القاطع والمقطوع والمضاهر بنحكي عنهم في الحصة القادمة. اليوم رح نحكي عن مبدأ التعاقب الطبقي ومبدأ تعاقب الحياة. نبدأ مع مبدأ تعاقب الطبقي. مبدأ تعاقب الطبقي هو حجر أساس في تحديد العمر النسبي للصخور. يعني هذا المبدأ هو أساس المبادئ الأربعة.
حكينا مبدأ تعاقب الطبقي، مبدأ تعاقب الحياة، مبدأ القاطع والمقطوع، مبدأ المضاهاة. مبدأ تعاقب الطبقي هو حجر أساس المبادئ هدلون في تحديد العمر النسبي للصخور. على إيش بنص هذا المبدأ؟ بنص على إنه إيش معنى كلمة ينص؟ يعني إيش بتحدث هذا المبدأ؟ بنص على إنه الطبقة الصخرية التي تقع في الأسفل هي الأقدم، وما يعلوها هو الأحدث. الطبقة الصخرية التي تقع بالأسفل هي الأقدم، وما يعلوها هو الأحدث. إذن على إيش بنص؟ بنص على إنه الطبقة الصخرية التي تقع في الأسفل هي الأقدم، وما يعلوها هو الأحدث. يعني لما أجي أحكي عند اثنين طبقة اثنين بالنسبة لواحد، اثنين بالنسبة لواحد أحدث منها، تمام؟ أحدث. ليش؟ أنه إيش بنص؟ إيش بحكي لنا المبدأ؟ بحكينا على إنه الطبقة الصخرية التي تقع في الأسفل هي الأقدم، واحد تحت اثنين، فواحد قديمة واثنين أحدث، وما يعلوها هو الأحدث. هلأ بين ثلاثة واثنين، ثلاث أحدث من اثنين، ثلاث أحدث من اثنين. ليه؟ لأن المبدأ بحكي لنا إن الطبقة اللي موجودة بالأسفل هي الأقدم، وما يعلوها هو الأحدث. نأخذ مثال كيف بدنا نطبق على هذا المبدأ. تأمل الشكل ثم أجب عما يليه من الأسئلة. أي الطبقات الصخرية الأحدث؟ معنا تسع طبقات. أي هدلون الطبقات هي الأحدث وأيها الأقدم؟ الأقدم اللي موجودة بالأسفل، أسفل طبقة هي الأقدم. فإيش عنا؟ عنا واحد. إذن أقدم طبقة اللي هي واحد، أنا موجودة أسفل إشي. بينما أحدث طبقة أعلى طبقة، آخر طبقة ترسبت اللي هي تسعة. إذن أحدث طبقة هي آخر طبقة ترسبت اللي هي تسعة. أوكي تمام؟ أحدث طبقة آخر طبقة ترسبت، أقدم طبقة هي أول طبقة ترسبت، الطبقة موجودة بالأسفل. أوكي. السؤال الثاني بيحكي لنا ما عمر الطبقة الرابعة؟ إذن بسأل عن مين؟ بسأل فقط عن الطبقة الرابعة، هاي الطبقة أربعة. بالنسبة للطبقتين الخامسة والثالثة، يعني أحدث أم أقدم؟ هاي عندنا الطبقة الخامسة وهي عندنا الطبقة الثالثة. نيجي نشوف، أربعة أعلى من ثلاث، لا بين أربعة وثلاث، أربعة أعلى من ثلاث، يعني أربعة جاي فوق ثلاث، فبنحكي إنه أربعة أحدث من ثلاث، أحدث من ثلاث. إذن هون أحدث من مين؟ من ثلاث. وأربعة جاي أسفل خمسة، أربعة جاي بالأسفل بالنسبة لخمسة، فبالتالي راح تكون أربعة أقدم من خمسة، أربعة أقدم من خمسة. ليه؟ لأنه جاي أسفل خمسة. هذا الحل هون حكينا عن طبقة أربعة. لو بنسأل عن طبقة سبعة مثلا، سبعة بالنسبة لستة أحدث من ستة، ليش؟ إنه جاي فوق ستة. وبالنسبة لثمانية أقدم من ثمانية، إنه جاي أسفل ثمانية. على أي مبدأ اعتمد؟ أنا لما حددت عمر طبقة أربعة، لما حكيت تسعة أحدث طبقة، واحد أقدم طبقة، لما حددنا هلأ كمان طبقة سبعة، على أي مبدأ اعتمدنا؟ اعتمدنا على مبدأ التعاقب الطبقي. ليش؟ إن أنا حكيت طبقة أحدث من طبقة، تمام؟ إذن أي الطبقات الصخرية الأحدث هي طبقة تسعة والأقدم واحد. ما عمر الطبقة الرابعة بالنسبة لخمسة وثلاث؟ حكينا أحدث من ثلاث وأقدم من خمسة. على أي مبدأ اعتمدنا على مبدأ تعاقب الطبقي. أوكي تمام؟ إن شاء الله. نأخذ مبدأ الثاني، مبدأ تعاقب الحياة. من اسمه تعاقب، أي إنه بتعاقبوا بالتائب وراء بعض. الحياة أي نحكي عن الكائنات الحية. حسب الشكل الموضح هون، طبقة واحد فيها أحفورة الترايلوبيت، الطبقة الثانية فيها أحفورة السمكة، الطبقة الثالثة فيها أحفورة الديناصور. هلأ سؤالنا إنه إيش نتوقع نص المبدأ هذا؟ نص المبدأ هذا بيعتمد على الكائنات الحية. شو بحكي نص المبدأ؟ ينص على إنه
كل زمن جيولوجي، لما نحكي كل زمن جيولوجي يعني نحكي حقبة الحياة القديمة، حقبة الحياة المتوسطة، حقبة الحياة الحديثة وهكذا. كل زمن جيولوجي بتميز بأنه له محتوى من الأحافير. كل زمن جيولوجي بتميز بأنه له محتوى من الأحافير. يعني مثلا أنا لو حفرنا ولقينا أحفورة للترايلوبيت، بعرف أنه هاي الطبقة متى كانت موجودة في حقبة الحياة القديمة. ليش؟ أنه الترايلوبيت متى عاش في حقبة الحياة القديمة وهكذا. فإيش بنص؟ بنص على أنه كل زمن جيولوجي له محتوى خاص فيه من الأحافير. أوكي تمام؟ أوكي تمام. حيث يماثل عمر هاي الطبقة، هاي الطبقة الصخرية بيماثل عمرها عمر الأحفورة اللي فيها. إذن على إيش بنص؟ ينص على إنه يمتاز كل زمن جيولوجي بإنه له محتوى من الأحافير. يعني هذا له محتوى من الأحافير خاص فيه، هذا له محتوى من الأحافير خاص فيه، يميزه عما سواه من الأزمنة، بيميزه عما سواه من الأزمنة. تمام؟ حيث يماثل عمر الطبقات الصخور عمر الأحافير التي تحتوي. يعني مثلا حكينا هاي الطبقة الأولى فيها أحفورة الترايلوبيت، يعني أنا لازم نتوقع إنه بهذا الزمن هاي الطبقة عمرها بيرجع، الطبقة الأولى عمرها بيرجع لحقبة الحياة القديمة. طب كيف عرفنا؟ لأنه عمر الطبقة الصخرية بيماثل عمر الأحفورة اللي فيها، فيها أحفورة الترايلوبيت، الترايلوبيت عاش في حقبة الحياة القديمة، إذا عمر هاي الطبقة بيعود لحقبة الحياة القديمة. نعطي مثال، تأمل الشكل الآتي ثم أجب عما يليه من الأسئلة. ما نوع الأحافير الموجودة في الطبقات الصخرية؟ بالطبقة واحد عندنا أحفورة الترايلوبيت، بالطبقة الثانية عندنا أحفورة الأسماك، بالطبقة الثالثة عندنا أحفورة الديناصور. إذا بالطبقة الأولى أحفورة الترايلوبيت، الطبقة الثانية أحفورة الأسماك، والطبقة الثالثة أحفورة الديناصور. قارن بين أعمار الطبقات الصخرية اعتمادا على نوع الأحافير الموجودة فيها. هلا الترايلوبيت بأي حقبة؟ ظهر الترايلوبيت في حقبة الحياة القديمة، إذن الطبقة الأولى بتعود لحقبة الحياة القديمة، تمثل حقبة الحياة القديمة. بينما الأسماك في حقبة الحياة المتوسطة، والديناصور ظهر وانقرض في حقبة الحياة المتوسطة، إذن الطبقة الثانية والطبقة الثالثة بيعودوا لحقبة الحياة المتوسطة. إذن الطبقة الأولى تمثل حقبة الحياة القديمة، الطبقة الثانية والثالثة بتمثل حقبة الحياة المتوسطة. طب إحنا على أي مبدأ اعتمدنا؟ ما دام وجدنا في كائنات حية، لاحظ، ما دام في كائنات حية اعتمدنا على مبدأ تعاقب الحياة. ليه؟ كيف عرفنا مبدأ تعاقب الحياة؟ لأنه في عندي كائنات حية، لأنه في عندنا كائنات حية، إذن المبدأ اللي اعتمدنا عليه مبدأ تعاقب الحياة. إذن متى بلجأ لمبدأ تعاقب الحياة؟ لما نلاقي أحافير لكائنات حية بلجأ لمبدأ تعاقب الحياة، لأن اعتمدنا على مبدأ تعاقب الحياة. أوكي تمام. هيك إحنا منكون تعرفنا على مبدأ تعاقب الحياة ومبدأ التعاقب الطبقي. بتمنى إنه نزل تلخيص ما تم شرحه في هذا الفيديو، وندرس المبدأين، مبدأ تعاقب الحياة ومبدأ التعاقب الطبقي، حتى إنه لما نكمل المبدأين التانيين إنه ما نتداخل معلوماتنا في بعض. فواجب عنا حل السؤال الثاني صفحة 120، حل أي سؤال فقط السؤال الثاني من صفحة 120. واجب إنزال تلخيص ما تم شرحه في هذا الفيديو ودراسة ما تم شرحه في هذا الفيديو، ويعطيكم العافية.